السلام عليكم. اليوم شيوت نادية الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الكيكه. اول ابتداء غادي نبدا معكم انني نقول لكم توحشوني حبيبتي. غيبت عليكم بزاف، ولكن كان العذر انني سافرت باش ندير صله الرحم مع العائله ونشوف الوالدين ديالي. كنت اختاريت انني نتوقف لانني بغيت نتمتع بهم، والحمد لله كانت كل شيء على خير. وكنشكرك بزاف البنات اللي كلهم اللي كانوا كيسولوا فيا، وكنت كنقرا لي كومونتيرات ديالهم وكنقرا التعاليق. توحشوني بزاف بزاف، وتيقولوا لي طمنينا عليك، ومع كانت الظروف ما كتسمح لي شيء، يعني كنعطي ما بغيتش نشي نجاوبو شي ما نجاوبوش. من الاحسن فضلت انني حتى ندير معكم لايف او لا فيديو ونشكركم فيه ونقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. والحمد لله انا رجعت لكم بسلامه، وان شاء الله غادي نبدا معكم اول افتتاح بهذا الكيكه ديال التفاح اللي غادي تكون مبسطه للمبتدئين ولا لاي واحد اللي غادي نحتاجوا فيها ان شاء الله. عندي هنايا واحد الكاس ديال لارد ديال الزيت عنبه، هذا بالنسبه للكاس ديال العنبه. هذا عندي كيسان صغار، هذا تقريبا كاس لارد ديال زيت عنبه. هذا عندي هنا واحد كاس عامر ديال السكر سنيده، وعندي ثلاثه ديال البيضات، وعندي هنايا جوج ديال التفاحات ولا وحده كبيره على حسب. نتوما غادي تشوفوني الطريقه كيفاش غادي ندير لها. بالنسبه للدقيق، الدقيق عندي واحد جوج كيسان ديال العلمه ملحوسين، يعني بحال سنيده هكذا، اللي غادي تقدروا على حسب البيض تقدروا تزيدوا معلقه من فوق ديك جوج كيسان ديال سنيده، اولا غادي توقفوا على حسب الخليط يكون عندكم ما خفيف ما ثقيل، يكون قابط راسو يجي مزيان. بالنسبه للخمارات عندي جوج خنيشات ديال الفاني، وعندي كذلك واحد الخميره الكيماويه اللي غادي تكون خماره ونص ديال هنايا. وبالنسبه للناس المغرب غادي ياخذوا خماره حمراء وغادي يقسموا النص الثانيه، غادي يقسموها على نص، يعني تقريبا 21 غرام. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. دابا ان شاء الله غادي نبداو بالبيض. غادي نضيف السكر وجوج خنيشات ديال الفاني، وغادي نبداو كنطربو هكذا. طرب اليدوي ولا ديال الضو اللي بغيتو نتوما. صافي، هنا غادي ناخذ الزيت ليكم وحشه كبيره البنات ولا المتتبعين ديالي. كنت كنفكر فيكم ما نسيتكمش، ولكن الظروف احكام، للضروره احكام، ما نقدروش يعني الوقت اللي خرجتو الوالدين ديالي كان خصني نخرجو ليهم هما، تمتعت بيهم لانني كي قلت لكم في الصيف انا ما هبطت شيء. صافي، ها هو ده الخليط ديالنا وجد. دابا غادي نضيفو الدقيق. وغادي نضيف الخماره، هذه حنا عندنا فيها 15 غرام، ما غاديش نضيفها كلها، غادي تقريبا غندير وحده ونص، اللي بحال لي واحد غادي نضيفها كلها، وغادي نضيف وحده اخرى اللي غادي ناخذ منها واحد المعلقه اللي تقريبا كي قلت لكم 21 غرام، هي هذه انا عندي متوفره، زدت عليها واحد 6 غرام باش تكون ليا 21 غرام. نتوما غادي تاخذوا خمارة كبيرة، المغرب على حسب نتوما شو كتكون عندكم 8 8 8 16، غادي دير واحد جوج خمارات ونص ديال الخميرة باش كتحصلوا على 21 غرام. ها نتوما الخليط هكذا كيكون.
وانتوما في احتمال الا بغيتو الكيكه ما تجيكمش مدقصه، بغيتو تنقصوا الدقيق تنقصوه، بغيتو تخليوه تقصحوها باش تجي قابطه. هذا هو العبار اللي عطيتكم انا. انا براسي الكوزينه توحشتها، لانني ملي مشيت ما درتش كاع يدي كي كيقولوا في الماء، يعني كانوا خوتي الحمد لله قابلوني الوداع الوالده، كان كلشي المغرب راكم كتعرفوا كلشي كيقضي فيه وكلشي كيمضي فيه، لا جا الضيف ولا جا شي حد ما كيخليوهش يدير ما كيدخلش الكوزينه. وتوحشت هذه اول حاجه اللي غادي نديرها دابا. صافي غادي ناخذ المول. هاد المول نتوما الا بغيتوها تكون رقيقه ديروا مول صغير، بغيتو تكون الا كانت بغيتوها تكون عاليه ديروا مول يكون صغير، بغيتوها تكون حادره ديروا مول كبير باش ما تجيكمش. انا كتعجبني ماشي عاليه بزاف باش كيبان فيها داك التفاح اللي غادي نضيفه لها. دابا غادي نقي التفاح ونرجع لكم. من الاحسن التفاح يتدار مباشره باش ما يكحلكمش، واللي كانت بغات تقطعو على قبل دير له الحامض باش ما يكحلهاش. دابا غادي نقطعو شرائح متوسطة، ماشي تكون رقيقة، المهم متوسطة. غادي نقطعهم على هكا. انا غادي نستمر فيهم هكذا حتى نكملهم ونرجع لكم. المهم قبل ما تعرفوني شنو غادي ندير، انني غادي ناخذ هذا التفاح هذا وغادي نديرو هكذا بحال دائما. بزاف ديال الوصفات اللي درت فيهم هكذا تفاح، يقدروا يدخلوا لكم ثلاثة جوج على حسب نتوما شنو شحال بغيتوا ديروا ديال التفاح. انا غادي نوريكم الطريقة اللي غادي ندير. دابا غادي نكملها كلهم ونرجع لكم. صافي انا منين كملت الدائرة هنا غادي ناخذ اما السكر البني اما سكر سنيده وغادي نضيفه هنا. باش كيرجع داك كيتكراميز هذاك التفاح. ها
هنا غادي نرش واحد شويه ديال القرفه حتى هو، وهنا غادي نضيف رقائق اللوز، نتوما على حسب لا بغيتو ديروهم ديروهم، بغيتو تكملوها كلها تفاح كملوها تفاح، حتى هاد رقائق اللوز فاش كيدخلو كيتحمرو كيعطيو واحد القرمشة زوينة. دابا غادي ندخلها للفران اللي هادي يكون شاعل قبل على درجة الحرارة 175، وغادي ندخلوها طيب من التحت ومن الفوق حتى كتقبض اللون ديالها، وغادي نلتحق بكم بعد ما غادي طيب باش غادي ندهنوا لها شي شوية ديال الناباج من الفوق ونزينوها بشوية ديال السكر كلاصي على حسب نتوما شنو بغيتو باش تزينوها. دابا غادي ندفعها للفران. صافي هنا من بعد ما خرجتها من الفران، يلا هدا بردات شي شوية غادي نحلها. كتجي على هذا الشكل هكا محمره، من الاحسن تكون هكذا في هذا اللون هذا باش كتجي لذيذه بزاف. دابا انا هنايا غادي نرش لها هنايا السكر كلاصي وغادي ندهنها في الوسط الناباج، ونتلاقى معكم مع الشكل النهائي ديالها. هنا كي قلت لكم طايخه هنا غادي ندهن الناباج باش كيعطي واحد الشعله ل داك اللوز اولا رقائق اللوز اولا ديروها كلها كي قلت لكم بالتفاح اولا الكونفيتور حتى هو تذوبوه، ماشي ضروري الناباج، يعني الناباج تقدروا ديروه تعوضوه بالكونفيتور. صافي هنايا غادي ناخذ واحد طبيصيل اللي غادي نضيفو هنايا بحال هذا الشكل هكا، وغادي ناخذ شي صفايا ولا هكا باش غادي نضيفو سكر صقيل فوق ديك التفاح، وتقدروا دي ما ديروش التفاح في الاول، ديروا غير القرفه على حسب اللي ما كيبغيش الحلاوه. صافي دابا غادي نديرها في طبق التقديم وغادي نوريها لكم هكذا كتجي على هذا الشكل. صافي هنا درتها في طبق التقديم، دابا غادي نقطع لكم طريف باش تشوفوها. هانتوما كيفاش كتشوفوا كتجي رائعه رائعه، كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. كنضرب لكم موعد ان شاء الله مع فيديو اخر مع وصفه جديده، وشكرا لكم على المتابعه وشكرا على لي كومونتير، وكنشكركم بزاف على التواصل معايا اللي ما كنتش كتواصلوا معايا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.